الوحشه دي؟ البت شيماء نسيت تنظف السمكه اللي اخوها اصطادها اول امبارح. دي باين عليها باظت وعفنت. يا رعي يا ساتر. مين؟ انا احمد امون يا خالتي. احمد توك ما افتكرت ان ليك خاله. وحشاني يا خالتي. انت وحشني اكتر. ازيك يا خالتي؟ ازيك يا حبيبي؟ عامله ايه؟ نحمد راعي يا حبيبي. انا قلت النهارده اجازه سمي النسيم، قلت بقى عد عليكي اسوفك واسلم عليكي واسوف العيال. ايه ده؟ امال فين اسرف وسيماء؟ اسرف في الشغل يا حبيبي، بيشتغل في الهرم. مسكين لسه ما رجعش. وسيماء بقى في المعبد. معبد ايه يا خالتي؟ معبد خدمه اجتماعيه وحياه راعي ملوه اي لازمه. التعليم حلو برضو للبنات. انا عرفت من امك انك استلمت شغل جديد في بيت الموتى، في قسم التحنيط. يا بركه راعي يا بركه راعي. انت دلوقتي يا احمد بتحنط بنفسك؟ لا مش كل المراحل، احنا بنحضر الجثه على السخان كده، بعدين لوستا هو بيجي يخلصها ويلفها ويعمل كل حاجه، ومش عارف ليه بيقول لي ما تخصش الكابينه بتاعه التحنيط. ليه يعني؟ عشان ايه؟ انا مش فاهم، بيقول لي ده سر التحنيط. سر على ايه؟ انا مع كل الناس عارفاه، ميه وملح. انت طول عمرك شاطر وكهين كده في نفسك. يو بقى يا خالتي، مش زي الواد اشرف، خايب يا عيني. ليه؟ ماله أسرف؟ بقاله 7 سنين يا ضنايا بيشتغل بيرص حجارة في الهرم. طب دي حاجة عظيمة. أنا قريت في البرد اليوم وفي الهرم السابع إن الهرم هيفتتحوه كمان 6-7 سنين وهيبقى لقمة عيش حلوة لناس كتير. لا يا حبيبي مش هرم خوفه، ده بيرص حجارة في القهوة اللي في أول الهرم عند نصر الدين؟ أيوة، وانت طالع من النفق كده على إيدك اليمين. خلبوس أسرف. أيوة أيوة. مين؟ أنا مينا. مينا؟ سلام راع. أهلا يا أخويا، اتأخرت كده ليه؟ ده الشمس قربت تتعامد على وش فرعون وأنا لسه ما طبختش. معلش يا خال، أنا جايلك من رمسيس والله. وإيه اللي وداك رمسيس يا ولد؟ ما أنا قعدت أدور لك على الجعلين الصغيرة اللي أنت طلبتيها، ما لقيتش في شبرمنت، بعد كده ما لقيتش في شبرخيت، قلت بس أكيد هلاقي في فرع رمسيس اللي قصاد أنز راع جنب المسلة. طب وليه ما رحتش سفنكس؟ أسهل وأقرب. سفنكس إزاي يعني؟ سفنكس وأنت على الدائري، امسي ورا أي لوري هينزلك هناك. أبا عايز نطلع دائري بالعجلة الحربية يثبتوني. يا ساتر، العجلة الحربية دي جراية وفراملها وحثة، تابوت ماسي على الأرض. سلام يا خالة عشان اتأخرت، راعكوا بالعافية. على بركة راع. أما يا واد يا حمادة، رزقك في رجليك. حصل إيه؟ جاتلي جعرين طازة نيلي دلوقتي، هعمل حتة طاجن تاكل صوابعك وراه. بلاش، الجعرين دي ما بعرفش أثرها والرجلين بتخص في سناني وأنا سناني بايظة خالص أنا مش ناقص. لا وحياة أحمس لن تواكل. يا خالتو ما تدخليش أحمس في كل حاجة كده، أصل يعني ماما قالتلي إن يعني عندك الأكل شوية ما تأخذنيش يعني. أمك قالت لك إيه يا ولد؟ ماما قالت يعني ان انت اصلا عندك النظافه مش قد كده وبتنسي حاجات وفي حاجات. طب وحيات حرس اللي محلف بيه باطل، انا اكلي انضف اكل، وعشان الكلمه دي بقى ما انتش هتمشي الا لما تاكل. طيب ان كان ولا بد يا خالتي، انا وحسن العيس السمسي البلدي اللي انت بتعمليه بايدك الحلوه، مفيش حد في بر منفه كلها بيعمله زيك. حظك حلو، ده انا لسه خبزاه الصبح. خصي عليا. ما لقيتش عندك بقى شوية ملح كده يا خالتي مع العيس؟ مد ايدك خد لك شوية من الشواي. ماشي. ايه ده يا خالتي؟ ده سمك. دي سمكة بايظة؟ لا لا لا، بايظة ده ايه؟ لا بس دي ريحتها غريبة شوية، زي ما يكون سمك بايظ. لا هي لازم تبقى ريحتها كده، عشان هو مش النهاردة شم النسيم؟ اهو ده بقى بتاع شم النسيم. ما انا سامم. ده سمك في ملح، دي أكلة جديدة يا خالتي؟ أكلة جديدة يا حبيب، هبقى أعلمها لأمك. بس هي ريحتها شوية
عاملة زي ريحة الثغل عندنا. ما هي لازم تبقى ريحتها كده عشان شم النسيم. ما هو اسمه يعني شم ليه؟ عشان يعني الروايح دي كده تملى الدنيا واحنا نقعد نشم نشم نشم. عاملة زي ريحة المومي قبل ما تنسف. بس انا هجربها بقى. هجربها من ايدك يا خالتي الاكلة الجديدة الجميلة دي مع العيش الحلو بتاعك الشمسي ده. على بركة راح. عجبك يا حمادة؟ هايل يا خالتي. فسيخ فسيخ. اسمه ايه ده يا خالتي؟ ايوه زي ما انت قلت كده بالظبط. فسيخ فسيخ. اسم على ما يسمى. ده حلو خالص يا خالتي. انا هقول لماما تعمله وهقول لكل اصحابي ياكلوا معايا من في البيت. ايوه تعرفش تعمل امك على فكره. حف حف. اكتشافاتك فظيعه يا خالتي. ايوه كده يا خالتي يا جامد. يا تسلم ايدك. اما اروح بقى انا ايه عشان انا كده اتاخرت.